السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني المتوسط. نكمل درس الصوم ونتكلم فيه عن أحكام الصيام. خلاص طبعا يا شباب، عندي بيقول لك يعني تمهيد للموضوع إن في مفسدات الوضوء بنسميها طبعا نواقض الوضوء، ومفسدات الصلاة بنسميها مبطلات الصلاة. كذلك إن لو في يعني مفسدات الصيام خلاص هنختار هي الأمور التي تنقص أو تنقص أجر الصائم، ولا هي الأمور أو هي المفطرات التي إذا وجد شيء منها فسد الصيام. طبعا هتكون الإجابة أو مفسدة الصوم هي المفطرات التي إذا وجد شيء منها فسد الصيام. ممتاز. طيب مفسدات الصوم كثيرة شباب، هي تقريبا 7 أشياء مذكورة عندك في الكتاب للصيام، مفسدات عديدة. منها أول شيء طبعا الأكل أو الشرب، وكلوا واشربوا خلاص حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى إذن يا شباب الأكل أو الشرب في نهار رمضان يفسد الصوم. ثاني شيء يا شباب، ما يكون في معنى الأكل أو الشرب، حاجات يعني معناها فيها أكل وشرب يعني كذلك تفسد الصوم، يحصل بها تغذية البدن، ومن ذلك الإبر المغذية وحقن الدم لمن احتاج إليه، لأن الدم خلاصة الغذاء وإدخال المحلول الطعام من خلال أنبوب من الأنف، هذه برضو من معاني الأكل أو الشرب. رقم 3 شباب، الجماع. خلاص الجماع لقوله تعالى خلاص حلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا الجماع شباب في نهار رمضان يفسد يفسد الصوم هذا الإنسان المتزوج. خلاص طيب رابع شيء يا شباب، إخراج المني بفعله، أي بمعنى الاستمناء. خلاص إن الإنسان يقوم بهذا العمل طبعا هذا يفسد يفسد الصوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجله. فإذا الإنسان الذي يخرج المني بفعله بالاستمناء أيضا يفسد الصوم، ومن فعل ذلك لم يكن ممن ترك شهوته. أما لو احتلم، لو الإنسان احتلم في الليل أو احتلم لما صحي وجد على مني على ثيابه، هذا ليس عليه شيء ولا يفطر بذلك، أو لا يفطر بذلك. خلاص واضح هذا يا شباب. طيب خامس شيء يا شباب، إخراج القيء عمدا، إن الإنسان يتعمد إن هو يقيء يعني. خلاص أما من تقيأ لمرض، لو واحد بقى مريض ولا شيء ونحوه فصومه صحيح. طيب ايه المفسدات التانية يا شباب؟ اخراج الدم عن طريق الحجامة. خلاص لو الانسان قام بالحجامة هذا برضو يفسد يفسد الصوم. لحديث شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم، الانسان كذلك الذي يفعل الحجامة. واما يفطر الصائم سحب الدم للتبرع، لو انت هتتبرع برضو ده يفسد، الا لو كان يعني لا يجوز فعل ذلك للصائم الا عند الضرورة يعني. وإذا فعل للضرورة وجب عليه القضاء، لابد أن هو يقضي مكان اليوم هذا. وأما القليل لو بيأخذ مثلا للتحليل مثلا معين، هذا لا ليس عليه شيء ولا يفسد الصوم يعني. واضح؟ آخر شيء يا شباب، خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة في الحيض وفي النفاس. هذه كانت مفسدات الصوم. ننتقل إن شاء الله في حصة قادمة في درس جديد من دروس الفقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.